اليوم كيف شفنا جميع الجديد اللي جابوا المكتب الوطني للسكك الحديدية بالنسبة لقطارات البوراق وكذلك بالنسبة لقطارات ديال لا بروكسيميتي يعني التي ان ار اللي كتربط المحور الدار البيضاء رباط القنيطرة وكذلك الجديد بالنسبة لقطارات الأطلس. إذا الجديد بعجالة وبخلاصة بالنسبة لقطارات ديال التي ان ار هي كتمحور في جميع الخاصيات ديال لوفر بحيث ان شفنا اليوم زرنا المحطه الجديده للتماره. اذا هذه المحطه هذه اللي كتمكن حاليا من استيعاب قطارات اكثر ومن خلالها رفعنا عدد القطارات اللي كيربط الدرب تماره في لو سونس ديال الدار البيضاء ولا تماره بلو سونس ديال الرباط دون لي دو سونس بحيث ان من 28 قطار يوميا طلعنا ل 44 قطار يوميا. اذا هذه القطارات الوتيره ديال القطارات غادي تتمكن المسافرين وسورتو لي نافتور اللي كي ساكنين في مدينه ديال التماره باش يسافروا باش يديبلاصاو شاك 30 مينوت بحيث اننا درنا قطار على راس كل 30 دقيقه تقريبا في النهار كامل باش نلبيو هذوك الحاجيات ديال المسافرين اللي كيخدموا في الرباط اولا كيطلعوا يخدموا في الدار البيضاء باش يلقاو قطار على كل 30 دقيقه. كذلك باش نسهلوا بصفه عامه بالنسبه للمسافرين المسار ديالهم باش يكون باكثر سلاسه واكثر سهوله قمنا غادي نقوموا ب va appliquer donc un tarif unique donc tarifa al-muhada ma bien qatar al-khat ou al-qatar al-makouki حيت كيف عرفتوا مني لانسينا المنظومه الجديده ديال الاسعار اللي كانت واكبات قطارات البوراق وقطارات الاطلس كان هناك اختلاف كانت واحد المرونه في التعريفه اللي كان الثمن ديال القطار كيختلف على حسب نوع القطار. اذا هذه الخاصيه غادي تبقى صالحه كيف فسرنا قبيله تبقى صالحه في قطارات الخط في المسافات الطويله ولكن في المسافات القصيره غيبقى الثمن موحد. الوغ هذه بالنسبه هذا هو الجديد بالنسبه قطارات الاطلس واللي هو الثمن يعني واحد سي ان سول تاريف فين ما بغيتي تسافر في القطارات الاطلس يعني تمشي لمراكش تمشي لوجده من فاس لوجده من فاس الناظور اولا من كازا فيغ فاس فيغ مراكش كاين ثمن واحد هو ثمن اوجوردي اللي ماشي سي با اون بروموسيون هو ثمن اللي غيكون صالح طيله السنه وخص المغاربه باش يستافدوا منه خصهم غير يدخل يجيو على قبل لاكا اولا اللي يدخل سيغ انترنيت يمكن له هو يشريه في انترنيت ولا يمكن يشريه حتى في المحطه غير هو متوفر حتى النهار قبل السفر ما متوفرش النهار بنهار نهار قبل السفر يعني من 3 شهور حتى النهار قبل السفر اخر اجل هو النهار قبل السفر واللي هو 49 درهم فقط هو ثمن واحد ما كيختلفش على حسب 49 درهم دونك هذه سي فريمون اون اوفر واحد العرض ممتاز جدا ومهم باش كيحفز المغاربه انهم يجيو يسافروا في القطار ويستافدوا من كاع المزايا ديال القطار. هي ديجا بدات غير دابا دونك بدات الكومونيكاسيون ديالها كانت كي اسي ليميتي مي دابا افيك لا سورتي ميدياتيك لو سبوت بوبليسيتير اللي شفنا في لا تيلي دونك المغاربه غادي يقدروا يعرفوها بشكل اكثر عمومي. غير في الاطلس قطارات الاطلس لا قطارات الاطلس حيت قطارات الاطلس هي ولكن قطارات الاطلس اللي كتشكل تقريبا قطارات الخط واحد 80 اكثر من 85% من جميع القطارات يعني هاد 49 درهم فهي غتكون بغيتي تمشي لفاس بغيتي تمشي يعني من كازا من الرباط بغيتي تمشي لفاس لمراكش الناظور لوجده فيغ طونجي اوسي فاس طونجي يعني كاع تقريبا كاع